هلا مشان اللحمه عندي هي اللحمه المفرومه راح احطها هون. تمام، بدي ابهرها بس بملح اكيد طبعا. بس بخصوص اللحمه، اول شيء ما فينا نخلي اللحمه مو مفرومه ناعم، بدها تكون ناعم كتير. لانه اذا ما كانت ناعمه بده يصير عندي شغلتين. اول شيء بدها تفرط لما تنحط بالفرن. تمام، وقوامها وقت الاكل ما بيكون بنفس الطريقه، بيكون فيها مفروم. انا هي فرمتها مرتين. تمام، ناعم تقلب الصحن لقدام. سوري. قدام الصحن. لا 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 قدام. أيوة. لا قدام. ايوه. تمام. كمان اقرب لكم اياها ولا هيك؟ اوكي تمام حبيبتي. تمام اوكي، فبدها تكون مفرومه مرتين على الماكينه. تمام، هي ملح فلفل وشويه بابريكا. الشام بيقولوا فلفل مو فلفل. لا فلفل احنا بنقول بس ملح وفلفل وبابريكا. ما بدنا فيها كمان كثير دهنه، كثره الدهنه بتخليها تفشي وتفتح بالفرن. نعم. اها تتفسخ. تماما. هلا عشان الحشوه بدي احط شويه زيت عادي. اوكي تمام، زيت عادي. تماما، بدي شويه زبده وزيت. الوصفه زي ما هي، بصل مقطع ناعم. مقطع ناعم اوكي. هذا البصل مقطع مستعجل. وعندي فليفله صفراء. حلو. فليفلة خضراء. أيوة. درجة الاستواء ما بدها تكون كتير مستوية لأنه بدي رجعها على الفرن. أيوة. تمام، وحتى المشروم أنا بحب أحطه آخر شيء مشان ما ينزل ميته. راح أحط فص ثوم صغير. هلا بفتح لك الفرن هذا. أيوة. تمام، ولا يهمك. بس واحد صغير بيعطي طعمة طيبة. بس ريحتها صراحة لحالها شكلها زاكية مع لحمة مفرومة. بتجنن بتجنن والله، زاكية هالخلطة ومع التومة هيك حلوت الريحة. تمام حبيبتي، بس شوي خالصي. بس احنا عشان الوقت بظن لازم نبدا نحشي. تمام، هلا المشروم امتى؟ هلا حنزل المشروم عليها هون. هاي المرحلة. هاي 100 جرام بنقول. هاي 100 تقريبا. هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي اقسمها نصين. اوكي تمام. يعني انت بتعمليها لشخص؟ انا هي كل قرص يعتبر تقريبا لشخص. لانه 100 جرام كفايه. تمام، ححطها بكيس نايلون. صح. او فيكم تحطوا ورقه زبده كمان بصير. طيب أوكي. احنا تقريبا معنا 10 دقائق. يلا شو وضعك؟ يلا رح تقلي بست معجوقه رسمي هلا. يلا بعدين بتقولي لي عم تنعجي. ما هو اجباري بدي انعجي. ما عندي حل. ما عندي حل. نعجي. انا هي جبنه مدخنه اول خطوه. انا اضافه من عندي جبنه المدخنه. هي المفروض جبنه. حلو، ليش اضفتيها؟ بحسها بتعطي طعمه كثير طيبه مع الخضره ومع اللحمه. هلا احنا بدنا نختبر. ما انا بدي بدنا نذوق. بدي احط عليها شويه جبنه موتزاريلا. نعم. انت عشان هيك تيجي اجازات صح على الاردن؟ هلا صراحه يعني انا الاردن يعني مثل ما بتعرفي انت بتحبيها اوريدي، نصي الثاني اردني. أه. بس حتى صحباتي كلهم اردنيين يعني. نصك الثاني. هلا هي شقفه اللحمه الثانيه بدي احطها. أيوة. اوكي جد زي الكب النيه، الكب المشويه. المشويه مشويه بسموها اللي هي على الفحم. تماما مزبوط. ايوه احلاها. اوكي طيب بدها وقت للسوى. هيدا بدها تاخذ شويه وقت لتستوي. بس بدنا نعملها هيك. نشكلها. اوكي عشان هيك نسبه الدهن ما تكون عاليه. ما تكون فيها. عاليه لانه حتفتح. حتفتح. نعم صحيح. تمام. والفرمه ناعمه مرتين عشان على الماكينه. تمام اوكي. بدي ادهنها بسمنه. طيب ولا زبده؟ في سمنه؟ لا سمنه. في عندي سمنه. في سمنه في المراعي. جبتها. هيها هون. وينها؟ هيها. هي شايف الاكل السوري بيستخدموا فيه السمنه. لازم سمنه. هلا احنا عندنا يعني السمنه شيء اجباري. بكل بيت ما بيمشي. كمان ما تنسي اربد، اقرب شيء على يعني قريبه على الشام. قريبه على درعه فبتحسي اكل. انا ستي كانت من اربد. من اربد كمان. اربد شفتي؟ عشان هيك احنا بنحب الاكل السمنه في الاكل. وقريب على فكره ستايل الاكل على الاكل الشامي. نعم، في اكلات يعني مع انفتاح السوشيال ميديا في اكلات طلعت كثير مشتركه. كثير صح مزبوط. زي المخموره. مزبوط مزبوط طبعا. حتى بدرعة بيعملوا المعلوبه. يعني سبحان الله، هو اكل بلاد الشام تقريبا كله بيشبه بعضه. بس حزيد شوي احطها هون بالقاع. بس والله كانه كميه سمنه كبيره مو عادي. لانه لا انا مش انا هذا النوع هلا لما نزلت جبته يعني ما جبته في كميه دهن كثير وما بدك اياها تطلع ناشفه. نعم صحيح. تنشف. هلا كرمال الصوص. صوص اسهل صوص ممكن تعملوه اساسا. ايوه يعني ما بياخذ منكم ابدا وقت. هو بس عباره عن كريمه. اوكي هاي كريمه المراعي. كريمه المراعي. تمام، ما حطيت الفستق جوات خلص بزين فيها للفستق. اوكي
تمام. طيب فهو عبارة بس عن كريمة والريكفورد تشيز ولا البلو تشيز بدي أحركهم مع بعض وهذا هو الصوص. كريمة الطبخ. كريمة الطبخ. كريمة الطبخ. أوكي. بس حتى تدفى شوي. من المراعي. من المراعي. هلا طيب. أول شيء هذا خالص كمان الصوص. تمام يعني الصوص. خالص. أوكي. هلا بس مشان أقدمها هحط ماش بوتيتو. تمام. يعني تعرفي نقلة الأكلة من الأكلة تراثية تقليدية حلبية لا أكلة مودرن يعني عملتيها حلو نعم. بحب هذا طيب سريعا بالله يا يلا. هيا أنا بدي أتشكرك كثير حبيبتي على وجودك معنا اليوم هيا هي وأنت عم تختم وأنت عم تختم وأنا بدي أختم وأقول لك شكرا على وجودك معنا الحمد لله على سلامتك أتمنى دائما تكوني معنا الله يسلمك يا رب خليلي أهلا وسهلا فيكي وشاف علا كمان حبيبتي روان حلقة ممتعة كانت أكيد وهي نورتينا حبيبتي خليلي ياكي منورة فيكي